مشاهدونا متواجدون الآن أمام المسرح الجهوي لولاية عنابة لحضور أحد الأفلام الجزائرية المشاركة في مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، وهو الفيلم العربي بن مهيدي الذي يعرض أهم أحداث والشخصية العربي بن مهيدي اللي هي أحد الشخصيات المهمة في تاريخ الجزائر. فأكيد حابين نعرفوا رأي الحضور والفنانين في الفيلم، فتابعوا معنا. صح اني فخور بزاف شي فريمون سو ليموسيون ان الفيلم يعرض في عنابة في جمهور في مهرجان كيما هذا. واش نقول لكم، الجمهور عجبته الخدمه، وانا كممثل كل ما فيلم يتلاقى بالجمهور تاعو، كل ما الجمهور يشوف فيلم خطوه للفوز وخطوه للثقافه والسينما الجزائريه. الفيلم كان في المستوى، الممثلين كانوا في المستوى، المناظر الجميلة، وكي تشوف هذوك المجاهدين واش مدوا على هذا الوطن، ها شوف غير الكلام ديالهم اون برانسيب يوصل للقلب ويوصل لهاد لا جونيس، هادو للذكاء ديالهم باش الوطن ديالهم يقعدوا دائما يدافعوا على الجزائر. دونك برافو بور دو رايس، إلا في كيك شوز دو مانيفيك. تقدر غير تتأثر بفيلم كيما هذا، يعني فيلم يحدك ويحكي لك رواية تاع أبطال حرت بلاد كاملة اللي كانت مستعمرة منذ أزيد من قرن، يعني ما تقدر غير تتأثر، وهذا هو الإحساس اللي تخرج به، أول إحساس تحس. فيلم عربي بن مهيدي فريمون يعني فيلم عجبني ياسر، يعني شفنا ليستوار تاع بكري وقت ثوره وقت لاكار تاع دالجيري، خلينا الفيلم نتقفوا اكثر واكثر على التاريخ تاع بلادنا. ويعني حاجه اللي عجبتني انه داروا في عنابة اليوم يعني فيستيفال بابهى حله، شرف المدينه شرف لالجيري كامله، باسكو فوالا يعني ليزاكتور انترناسيونو جاوا الفيستيفال. روعه في القمه، عجبنا والله العظيم روعة، ممثلين في القمة ما شاء الله بكاوني والله العظيم، مواقف فريمون عشنا اللحظة تاع الاستعمار عشناها نقطة بنقطة والله العظيم.